احنا شلنا اصلا شلنا احتراما للداخليه. احنا عاملين المؤتمر ده عشان نناشد وزير الداخليه بالتدخل. احنا لا هنناشد رئيس وزراء ولا هنناشد محافظ ولا هنناشد اي حد غير وزير الداخليه. ليه وزير الداخليه؟ لان هي المؤسسه الوحيده اللي بتتعامل مع البياع. لا احنا بنتعامل مع هيئه اسكان ولا صحه ولا اي حاجه. الهيئه المؤسسه الوحيده بتتعامل معانا هي مؤسسه الداخليه. ولذلك احنا مرتبطين بالداخليه. احنا وزير الداخليه، انا رايح بكره ان شاء الله هاخد 2 أو 3 من قدام البياعين وهروح اصلا لمكتب وزير الداخليه. ايه الطلبات؟ احنا دلوقتي حضرتك احنا المكان معدوم، ومع ذلك قلنا قبل الشيل قلنا المكان معدوم بس ممكن يشتغل. انا كبياع اصبر عليه، اصبر عليه سنه وست شهور وسنتين بس في سبيل انك تتقن الوضع. اديني رخصه، مش عايز رخصه، مش عايز تديني رخصه، اديني زي ما بقول حق انتفاع، حق انتفاع. معلش اللي عمل طب هخلص السؤال اللي انت عايزه. غير رخصه وتقفيل الاماكن والقبل الاثنين دول، القبل الاثنين دول الحصر البياعين القدام البياعين من ضمنهم 92 باكيه اللي اتفقوا معانا ان ياخدهم قدام البياعين، ما فيهمش 5 انفار من 92 باكيه فيهم بياعين. كله جديد يا اصبح كل ده. احنا المجمل النهائي احنا بكره هنتوجه لوزير الداخليه. احنا المؤسسه الوحيده اللي بتتعامل معانا، واحنا مع الداخليه، مع الداخليه، وهنروح لوزير الداخليه بكره يقف معانا. احنا جزء من الشرطه، سواء الداخليه ما اعترفتش بينا، احنا جزء من الشرطه، احنا جزء من الشرطه. اشغال اخر جه منهم السجن عشان ناكل لقمه. عايزين نعرف بقى البتاعه بتاعت القرود اللي هم جابونا فيها دي هتاكل الناس دي كلها عيش؟ بقى لنا 3 ايام قاعدين محدش كده. افتحوا لنا بيبان، افتحوا لنا باب رزق. احنا بقى لنا 63 سنه في مدرم سيت البطاقه ايه؟ في سجن تاني، في سجن تاني. تعرفوا احنا منين؟ خلاص يا حاج. لا ازاي؟ مش خلاص. كمل براحتك يا حاج. لازم يعرفوا احنا بايعين القدام، وازاي القدام دول ياخدوا بره؟ وازاي الناس دي كلها ما تاخدش تستلم؟ البياعين اللي ما استلمتش دي كلها، ما كلها بتوع رمسيس. كلها بياعين قديمه من قبل الثوره ومن بعد الثوره ومن كله. الاول كنا بنجري، ما كانوش عارفين الناس. اما جت الثوره الناس كلها قعدت. ما حدش عرفنا. وحمينا دلوقتي الاسم. وحمينا الاسم، وحمينا الاسم. والله العظيم النسوان قبل الرجاله كانت بتحمي الحكومه. يا مستوى احنا اللي فروشاتنا ولعت، احنا اللي فروشاتنا ولعت كلنا. اتبهدلنا في ايام الثوره. احنا اللي انتخبنا السيسي والاخر يموتنا بالحياه. بيقول انا ابوك. فين ابونا؟ ابونا موتنا موت عيالنا. ابونا موتنا وموت عيالنا، حرام عليهم. ده ماتنا في سجن ده على بدلنا. دي جبلية قرود يا جدعان، حرام عليك، حرام عليك يا سيادة المحافظ اللي انت عملته فينا ده. تعالوا اهدمونا احسن. احنا بياعين وعايزين يعملوا لنا رخص زي البني ادمين، وعايزين احنا يعملوا لنا حاجه زي الناس. واحنا كلنا بياعين مش لاقيين ناكل ولا لاقيين ناكل عيالنا. ادينا 5 ايام اهو متلقعين مش لاقيين ناكلوا حاجة. وكان فوق احسن من هنا. بس ولا خلاص احنا كده، بس كنا متصالين فوق احسن من هنا. ربنا يخلي حد عمرك ما احنا ما عندناش حاجه، ما خدناش. بس انت ايه تحت 35 سنه تلمونا دول هم اللي بتدرب سيد ما عندناش حاجه. وقلبونا بتركيا ما نعمل ايه طيب؟ ما ينفعش خالص. ردونا كده خالص. لو هنقعد ونبيع ماشي، اللي بقول لك ما تقعدش هتتحبس. نتحبس ازاي احنا؟ نتحبس ازاي؟ ناكل عيش ما بنسلقش؟ هو ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش خالص. ما شعب مصر ازاي في خدمة الشعب؟ مالي لخدمة الشعب؟ انتوا بتشردوا الشعب. انتوا بتشردونا. والله بتشردونا. احنا عايزين ناكل عيش. ادونا معيش. واحنا نقعد. اديني معيش وانا اقعد. لا تديني حتة اقعد فيها اكل فيها عيش. ما اقعدش في الشارع. حرام حرام حرام. ربنا ما يرضاش كده. الظلم ده ده اسمه ظلم. انا عندي مضروب بجيب علاج ب 100 جنيه وال 200 جنيه وما معيش. وثلاث مرات تضرب الاخوان وبياعين ما تتبنينا وفي الاخر تشيلونا ترمونا رمل في الكلام. اخويا مع 8 افراد انا راجل بياع 200
76 من احمد حلم الرمتين. هاي الازبكيه قابض من كل اي مهندس يعرف بياع اداله نمره حلوه. ايوه. واحنا انا عن نفسي اسمي عز الحليم فاروق هاشم مقيم في جمهوريه مصر العربيه. اي مهندس الحي والمحليات مش هي اللي خاربه البلد، المحليات هي اللي خاربه البلد. صوت الرئيس الجمهوريه. وانا عايز اي مسؤول اتكلم معاه. انا اسمي عبد الحليم فاروق هاشم. وراجل اعتقلت قبل كده، اعتقلت جنائي. عايز اكل عيش. مش عايز انا بوصل صوت للسيسي ان ده حرام السيسي يسيب المحليات. المحليات المتغيرات البلد ده مش هتنجح. احنا بنطالب السيسي عايزين نعيش عيشة كريمة. بس مشكلة اكتر من كده مش طالبين منه حاجة. مش قاعد يضحك علينا. بس الثورة لسه موجودة في الشارع. انا نفسي احنا دلوقتي لاي مشكلة معايا بس كله في الشارع. انت 66 سنة. عايز الحي روح له. يقول لك روح مش عارف من العيال دي. لا روح فين اللي بعتب العيال. 66 سنة ومولودة تحت عمر التوصيل. أنا مولودة تحت عمر التوصيل. وأنت يا رب عمر التوصيل. أكل من إيه؟ مش لاقي حاجة. مش لاقي حاجة خالص. ما معاش حاجة. ولا تعبان. ولا معايا تلات عيال يعتبر. يا أستاذ مش قادر أتكلم ومعايا عيل عاجز. معايا عيل عاجز أصلي على ابننا اثنين. أكثر محرم الأسرة.